إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الشيخ الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع المسند الصحيح، قال: كتاب المغازي، باب غزوة العشيرة أو العسيرة. قال ابن إسحاق: أول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء، ثم بواط، ثم العشيرة. كتاب المغازي، إمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب كيسان وحوم مقع وقدقي نعم أحاديث النبي سنن كيسي يا آداب تيسي يا أيامه سي أيامها لقاها الله ياهي مركا، والأيام التي لقي النبي صلى الله عليه وسلم الكفار في القتال ما علمه النبي كلك الميقالضة دقالي إسكهريمات. مركا كتاب المغازي سيدة أسباب مركا الله أي اللو عقيدي النبي صلى الله عليه وسلم إلهي وهو أمري إنه جهاده لإعلاء كلمة الله كلمة إلهي إنه كري له نبي إي أمدي سبا صلى الله عليه وسلم مركا دقال الذي أي النبي إي مسلمين تقالين أنتي النبي النولا نبي إي صحابة أي قالين أي مشركين تلا قالين أيوك هادليا يا وحيد أحمري نبي إي مشركين بداية ذي هوري جهاد النبي قال ما أمرين صلى الله عليه وآله وسلم فترة النبي قال النبي نمدي سنة لبا فترة يا هيد فترة ذي هرو مكي يا هيد هي فترة ذي دنبو مدينة والنبي قد شوقي انتو النبي قد شوقي دعوة أمبي أهيد هي وحدة قالوا قعانا إنا لقادين صدح يا طبان سنين أهيد النبي صلى الله عليه وسلم مركو سوه جرودي ومدينة يمد كبعد بجهاد كالأمري سيدان أركي دوننا جهاد كي يدقال كي أقوه الرئيي ونبيق أوقالي وتقريبا نبيق هل سنة وحكو مدينة شوغيوي مركز صدح يلا باتن سنة هدين لقاقو يؤفر يطبن سنة معاها رأي سقال سنة سقال كاسنة مركز نبيق جهاد كيسو انتو نولا أيي هايت مركا مواقع دي يا دقال الذي دحمري النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه هي مشركين تيبا لغا شاكين يا مركا وإلهي سبحانه وتعالى دينك أقو قرقاري مركا وحوك باللابي غزوة اللي يرادو غزوة العشيرة أو العسيرة مقعهم بيلاذا أو العسير انت بوالغو مقعابي العشيرة بالشين يا العسيرة
سين شين ماها كيد بعارها ما يتأذو لقاقو يو العصير ليرهدو انتبا وليرهدو ومل مقعيد ومل مقعيد قوم مشركين أها بو النبي كولا دريلي صلى الله عليه وآله وسلم مركا غزوة وحاويا سيدي دابا هذه الغزوة ما هي الغزوة ارتوى دولان عربي مركا وحالقو تعريفية القصد إلى الكفار بالقتال لإعلاء كلمة الله إن لو لقصد قال دي لو قصد إن لا لدر رولا لغولا دقال لما إسلام نمضى إسلام نمضى لغولا دقال لما يأينا إسلامان شرطو دنا دين كأيو مسلمين تبلغ إلى ليو لكن هذا مغازي دا وحالو جيدا وحويا نبيغا و نفتي سأبحى أما جيش دره والنبي وسقو أودري ودقال مشركين تلقى اللوجيدة ولأجل ذلك وحجرة مؤلفات أجونية بابكاس كتبت السنة ذو يكسو أرورتي لكن مؤلفات جوني لو ألفي وبابكا كت على لقاشرة ولا يرد المغازي وحيا أدتك علماء هذا قعام بحضي وحكا ألفتي وحكم ذا شيخ ليرد محمد بن إسحاق ابن يسار المطلبي من بني المطلب ابن عبد مناف وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وقبيل كإمام الشافعي محمد بن إسحاق ابن يسار المطلبي كتاب حوليه ليرد المغازي وحان ليرد ثقة في المغازي ونك ثقتك باب كأسباب المغازي علمك له وكألفتي ويشران لكن كتاب كيسا مشهور ولأجل ذلك ابن هشام أي كتاب كيسا سو اختصاريي كتاب كسيرة لقى اعتمادا بسيرة النبي إلى يرهد سيرة ابن هشام واختصار من كتاب المغازي لمحمد بن إسحاق مرك إمام البخاري وحي ويري وباب كس وكيري بسود للشدي قال وحير إمام البخاري قال ابن إسحاق يعني محمد بن إسحاق ابن يسار المطلبي صاحب المغازي نعم عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق وباي وقد بي أول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم بويري أول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم دولان النبي دوليكي وقه الرييي وحوءها الأبواء أي غزوة الأبواء ماشى أبواء اللي يرهدو دغالكو كقاضي أي أبوه الرييي وقريبا ليري أبواء كدحيس مدينة يميل اللي يرهدو جحفة 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 وحويا وميقات أهل المغرب ميقات أهل المغرب وأهل الشام ويا حيبتا لمرا مركي لطافو مدينة لطافو مدينة بدحكا قمني صحيبة لمريو أو تقريبا لببقل أو كيلو متر هوس لوغالو ماشا أي كتالا أو تقريبا وحان إسلاي هي مدينة وحيو أدن إما الغرب وإما غرب الجنوب بيقو أدنتا هي مدينة سابي يقو أدنتا مركو حويا مدينة إي وحيو دحايسا إيو محوها إي وحيو دحايسا قريلاس الجحفة طيب وحين أهد بلير هذا مركي النبي كدو لي دولان كودعي بشي صفر بشي صفر السنة دي اللباد هجرية ده النبي قلنا وحو مدينة سوق لي بشي ربيع الأول سوما هاي مركا اللبية طوان بلود باكس يا تقريبا بيكود دو ده هاي نعم ها تقريبا أدو ها اللبية طوان بلود سوى تتصفر يا وحد كبو حساء يا محرم كبوحي مركا وهل سنك بعدي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومدينة سوق لي بيد عضي ثم وحكوحي قيبوا لي بواط ماشى الأبواء بيهتي هوري الأبواء ثم البواط بواطنا أيضنا جهدان حق كسي حكتاليا مالي ينبع اللي يرهدو وحيبت كتال وهذا مقالوين ومعروفة بيكتال لي قبائل هل كادقنا ومشركين أهاب أبوه الرئيي كوي النبي أكدو لي ثم العشيرة دبديدنا وحاكو حكتي العشيرة باكو حكتي
نعم سيدا وحايري ابن إسحاق باكتاب كيس المغازي كشيغي حديث كمرك أحاديثة ما مرفوعة شعبة عن أبي إسحاق قال كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة شعبة هو ابن الحجاج عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله السبيعي قال وحيري أبو إسحاق السبيعي وهو تابعي كنت وحنها إلى جنب زيد بن أرقم زيد بن أرقم ابن زيد الأنصاري زيد وصحابي مركز صحابي قال زيد بن أرقم أيان دين عيسى فديي ولا فديي فقيل له وحلويري أرددي سيقيب كمدة أحد نعم أحد المحمها ما محمها طلبته ومجلسك وحكجوقي أيا ويدي لما مقعاب عدي ويديسي كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة إم ساد دولان أيا النبي قدولي بنفسه أنتم النبي هو قامين أي واي والنبي قل لسعودي هدو النبي قلنا لسعنين الله ديرو ضدك الله ديرو سرية اللي يرهد سرية لكن غزوة وحلقون مقع عوامد النبي قل لسعودي صلى الله عليه وآله وسلم بركب وقال له ويدي إمسا غزوة بو النبي قدولي قال وحويري 19 أي غزوة سقال يتوبن دولان أيو النبي قال سقال سنة قدهوت صلوات الله وسلامه عليه سيدين تو أي أفافته قيل مركابة وحلويري كم غزوت أنت معه إمسا غزوات أدوغ لسعتي مرك وض النبي قال لدو شيء قال 17 تضبي يتوبن بان لسعودي بيبرك سقال يتوبن تضبي يتوبن هدي لقد شروا لابو كمغنى ماركتا رقي سيدا سها النبي جنبا إلى جنب أولى السعودي يعني ورهد النبي كو سعودا يقول أنت وذا ودقي يا صدري قودا باقول ما أنت وحاجر تله رسولك إلهي أهلك سيمان شعلنا هاي أي قال لعنة دودنا إلهي يقول دوانا يوم كواسي لا يقتدى بهم قال الله قد ايضا ماها قال الله راعنا ماها وقال دنتي قال دي راعنا وكذب دنتي وان كان نبات قبني وايها واحد مودعين الباب ذو ذا الله قلي سي وعلى الشيك شيك يوم ما لها لك الشيك يوم وعن وشيدا قال الله ان هذا الشيكتا شيعة الشيكتا ولبا قال ذا اللي يرهدو اثنى عشرية اما اللي يرهدو رافضة كواسا وقدران وقال الله إيران أيها قانك وهايس أول قال الله إيران أيها قانك وهايس طيب مركو يري تضبية تمن غزو بان نبي قال لدولي قلت وحاني ريبو يري مرك مرك يهور قيل بولها قيل ساسا لو يري ساسا لو يري هذا أبو إسحاق السبيعي سؤاشا مرك إساقالي قلت وحاني ريبو يري فأيهم كانت أول يعني دولا ماذا سنبي قودوا لي مدي أقوه الرئيسي أنا ويدي يبيري قال وحيري بيري العصيرة عشيرة ماشي شين كأهيد وحكدي قي سين العصيرة أو العشير شكي بقري مرك إما إلا يرد العصيرة أو العشير قال وحو يري مرك قال فذكرت لقتادة وحا أرني فذكرت لقتادة وشعبة شعبة من الحجاج وكورنا يا أبو إسحاق السبيعي قتادة وحنوري بوي شعبة مرك يساقوا تابعي ماها وكدرجه وصيه من أتباع التابعين وي تابعين تيبوا كورنا مرك أبو إسحاق السبيعي وتابعي قتادها أويدين ينا وقتادة بن دعامة السدوسي وتابعي كالي نعم لبدودنا وإسكوض الشيوخ
أودي وحوين صحابتي بي وذقارين. قال شعبة فذكرت لقتادة قتادة أشيغي بويري معو أشيغي وحو أشيغي حللكي أبو إسحاق السبيعي أكوريي أو أها إنو كشكيي العصيرة أو العشيرة تاسن ويديي بويري فقال وحو يري بويري العشير ويي مدى دنبا صحة سين ما هواشين ما ركتا مركا أما تأذى كدر أما تأذى كحدث سيدا مركا التحقيقي قتادة سيدا الله قد واقيو العشير أما هورت السين إيا الشين مركي اللي يرهدو شين كاسحة العشير لكن مرنا تأذى الله قدري مرنا تأذى أيا لك قوي نعم العشير سيدا بو أصحي مركا هذا الرواية سيدا يكتب مدبا أمبا سيدا لكن مغازي النبي قود لي مقصود كأن لقالها يوحي أحيد دين كإن لفافيه رسالة النبي إن لقيه إن لقدبيه وحي نقصه قارتنا إن يتهي دماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مركة كواد وحين نقم ذيهن أترضي عنهم إن نرير أنا رضي الله تعالى عنهم من أدعينه مدك لنا إن إلهي كم هدينه هدينا أيقا أهان لهين دين كن لما سوى قارين مركة صدحادنا مسؤولية دي أيقا صارنا أننا قينا صار انتهي تانا إن ندرينه أما تيه الرئيسي يمديدا بيسي وحد وينه إن هذا أوغانه أن علمي أهان أوغانه مويه وحوينه أحكامه كلا نوغم حرنا طيب باب ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يقتل ببدر باب ذكر النبي نبي الشيقدي سأو الشيقي من قف الشيقي يقتل الذي ليه ومن المشركين مشركين تكمدا ببدر مش بدر ليرد لقد ليه أي قبل وقوع غزوتها انت هنا بعد عنبا تاسنا وحي كبت هاي وحيالها حقها النبي قوكها دلي ودعي ومستقبل كأها انت هنا دعين دولان كاس بون النبي قو مشركين تقار كمدها وما كلو قسو تيجي غير مكاها إن لقد لي دونه بدر لقد لي دونه والنبي قل الشيخ إن لدي لي دونه صلوات الله وسلامه عليه وأنا دعضي إبراهيم ابن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أنه سمع عبد الله بن مسعود إبراهيم ابن يوسف عن أبيه أبيه بكوري يوسف ابن إسحاق يوسف ابن إسحاق نوع كوري عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي أبي إسحاق هذا حديث كهرة أم سومرني عنك سومرني قال وحيري حدثني عمرو بن ميمون الأزدي مخضر بؤها أدرك الجاهلية والإسلام وقد أسلم قال وحو أنه إسقو سمع إنه مقلي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عبد الله بن مسعود بكم مقلي حديث كان حدث عن سعد بن معاذ عبد الله بن مسعود وحو كسورنا سعد بن معاذ مرق حديث كان وحا كجرة رواية صحابي عن صحابي آخر لبا صحابي باكرا ورنيس قال وحو يري سعد بن أبي سعد بن معاذوي الأنصاري كان وحو أها سعد قال وحو يري عبد الله بن مسعود كان وحو أها أي سعد بن معاذ صديقا لأمية بن خلف نعم صديق وحو لأها أو صاحب لأها نكال لقم قعاب أمية بن خلف أحد كبار المشركين في مكة مشركين تا نمنك أقوى وينا
بكمدها والنبي قاعد دبي. نعم لأمية بن خلف. وكان أمية أمية وحؤها إذا مر بالمدينة هدوم مدينة صمره أما سيمره نزل على سعد أي سعد بن معاذ. سعد بن معاذ بكدق جرو أمرتي قال جري مرتي النقن جري. وكان سعد سعد نوحها إذا مر بمكة هدوم مكة صمره نزل على أمية أمي كدق جرو أمرتي قال جري. معني وحويا لبني نصحيبه بيهاين سعد بن معاذ وحويا وأنصاري ومدني وأهل المدينة. أمي بن خلف وقريش ومكي وقت جاهلي صحيبه يهاين نمن كان قريش إذن نمن سفر ريوه صعد بي أهان جرين وشام الصفرة مركي شام الصعد أن سفر كودو مدينة ومري جري. برضو أمي بن خلفنا يعني دتك أم قريش وقوم مالك بضم بكم ذها هو تجاري سنجري مركب مركب مدينة مرايو صاحب كسم سعد بن معاذ بو أمرتي نقنجري أمرتي قلي جري هدي سعد مكي ماذا نسيدو كالي ساس بي مركب دي هراء هايينو صاحب بي هايين سيدا مركب إيقو أه. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قيبا صغلي المدينة مدينة أي في هجرته هجرة يسيبه النبي ومدينة صغلي. انطلق سعد معتمرا سعد بن مركة آدي مكة وعمره يستي ومركو إسلامي كبعدي سعد مركو إسلامي كبعدي أيا سعد مركة مدينة وحوك مدينة كبحيو مكة آدي وعمره يستي. فنزل على أمية بمكة أمي كدقي وأمرت النقضي ومكة دقن مدام صاحب أهايين أمية وسوء دويي. فقال وحو يري سعد لأمية أمية وحو يري انظر لي إي إيك إي فيري ساعة خلوة سعد ما قال ذو أي خالتهاي أن دتسعنين لعلي أن أضوف بالبيت وحن مضانا هاي مركا إن بيت كضوافئه. فخرج به ولبحي يا أمية بحيي قريبا من نصف النهار يعني نصف النهار مركي لو دوي هي ايوب بحيي يعني وأقي هي سعد بن معاذ مشركين تو انين دافينين هذا وحكمي اوغا انو جوغو صاحب كيسبو كدغي عربتنا سكستبع هلو قبيا ومسلمين تها عداويستين وحياله السلدي هورو كدحين دي والى رجلين صاحب تنمدي بو الى لنيا وسودو وي صاحب كيس وبرتقلي اسلو وحكوير انا ضوافان دون ياي وقت خالئه وضد ان عرض سعسعون اي اكس ان كعبد ضواف وقت اوغو مناسب سنا وقرحدي اي كولاتاي وددكو اي هرسنيان ولبا وقت كيلال كان وكل شاي اي صوضي سو كعبد ضواف وان ايشو قبنين لكن طريقي با وحقرا كل مي نكي لديه جري ابو جهل. نعم ابو جهل با اياك لكل مي طريق. طيب فلقيهما وحلك المي لبدودي اميه هي سعد بن معاذ ووضع الصعده ابو جهل با لكل مي عمرو بن هشام ابو الحكم بيكون نيسي جرين مركا اسقى لكل مي مركو اركي مركا سعد بن نكلي اميه ايو نكلي يرهدو ايو سعد اسلا صعدا. فقال وحيري يا ابا صفوان ابا صفوان وكنيه اميه بن خلف يا ابا صفوان من هذا معك لانه يقان معها نكان كل صعداه وايو. فقال وحو جوابي هذا سعد اي سعد بن معاذ أما وقرنا يا سعد بن معاذ وكرن قرصون ما قريش نوي قان ان كان اهل يثرب وكد جرين اهل مدينه. قال وحير هذا سعد وي سعد بن معاذ. فقال له ابو جهل ابو جهل با سعد راه الله يبارك سعد بو هذا الكي وشيدي. فقال وحير له اي لسعد وحير ابو جهل با وحير الا اراك تضوف بمكه منا
ميانا أركين إن إن أدمنت الطواف يسوم مكة أديكو آمنة هذا الكو جس جس وكو جس جس يا وتحكم ميانا أركين إن إن الطواف يسوم مكة أديكو آمنة وقد أويتم الصبعة والحال قد أويتم أي أويتم أتصادم تينو تصود ويسين الصبعة كو دين تودي كتغيو دين كرقاتي يعني وحو جيدا النبي يا صحابتي سيبو جيدا صبع بيده جيرين صبع كو دين تودي كأي شيء أو كتغي دين تي كأي شيء واتي وعبادة دي أصنام تلعابودي وزعمتم أوض الشيقتين أنكم أذنك تنصرونهم إن أذو قرقار إيسان وتعينونهم أذو كالمين إيسان ما ما أنت بمكة أذو آمن ضواف إيسان هذا هو الصبع أدي أنك دين كيجا كتكتون نخلاف طي أتسود ويسين أذو لبا أتشكتين إن أذو قرقار إيسان أذو كالمين إيسان أما والله بويري إله من كل أرتيه لولا أنك مع أبي صفوان أبا صفوان هدادا لشيري لهين ما رجعت إلى أهلك سالما أظن بطقبة ما أظل أبطين وهذا التهديد صوما وهذا التهديد باش أسوك الأمر قال إلى ذحاني يتابط ولا قد شوابا لقى ما أمسه سعد وكد شوابي فقال له سعد سعد باوحو يري ورفع صوته عليه أي وقد رفع صوته عليه سقو كرقو قاضي هذا الكي أي وحوكو يري أما والله بويري إله بان كل أرطي لئن منعتني هذا ضوافك إيقا من عسيت لأمنعنك ما هو أشد عليك منه أنه كان من عنيا وحكا قدرا كعبالا إنا ضوافه وحكا قدرا أمبان أنكو قصة مين بويري وما حيت هي طريقك على المدينه سفرك اكو هذه الشارع لا سام بو صودا انا دي دول مرتا ولا ذا اكت اذا مري كرين مرك كركي اادن مرينين هلكا مركي هذا الكي لا يسو دافسداي او هذا الكي كولولاداي اي وها سو تدخلي اميه فقال له اميه اميه وحو كيري سعد لا ترفع صوتك يا سعد على ابي الحكم سعدو ابو الحكم كر صوتك هو قادين سيد أهل الوادي أي إنه سيد أهل الوادي أهل الوادي وحوش هذا مكان هذا ما انتقى رواقه وحن ما كتشوه ربا سوكا إيمانيا نكان وانينو سابو كويري انت أمركو يري بوي فقال سعد سعد با وحو يري دعنا عنك يا أمية بوي يا دعنا عنك يا أمية أمية اسكراف ماركتا أدوديده يالله يرون نقشرة نكالي رادة أبو الله بسكدة حق إسكدك أديك على جوه هيستا سوما أديك النفط هذا كتالي وعبا أبو جهل هذا جوه هذا هو النقنين ضوضي هو النقنين فوالله بويري لا من كل أرطي لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي من مغلي يقول أصغى أرني إنهم قاتلوك نبي يا صحابتي سيني أديك ديليان أدونا وحدو دو ديسا أبو جهل قاون حي مركه نك لا يراهدو اميه الا واوغ يحي النبي وركو شيغنو حق يحي قال وحير بمكه مكه بيلا يودلا مكه هدا وحال عادي اهيد اني امنت هي اون عيدنا لا غدلين مكه بيلا يودلا قال وحير لا ادري ما قرناي لكن انه النبي سيدا يري ان اوغاه ففزع لذلك اميه اميه ادب وعبصدي هذا الكاس عاد النبي كالشيقي باوحي كو أبورتي فزعا شديدا عبسي أدرا فلما رجع أمية إلى أهله أمية مركو كاللابتي وقريسي يا زوجتي سي اللابتي قال وحويري زوجتي سي وحويري يا أم صفوان أم صفواني ألم تري ما قال لي سعد أي ألم تعلمي ميادا أوغانين ما قال لي سعد سعد وحو إيري مؤقاتي قالت وحي تري وما قال لك ومحوك إيري قال وحو إيري زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلي
وحو إي شيغي محمد إنو أشيغي إني إدي ليان. وفقلت له حنو إيري بمكة مكمية لأيقودي ليا، قال وحو إيري لا لا أدري ما قراني ما ركت سيدي بو أشيغي محوها زوجديسي مركابو كويري ما دي وحي أيادو كتيري مركادن بو الله أعلم، لكن وحا لقى فهمها هي يعني وحويا أن جوابته جوابته دمبو بحيي لعله إن كتر هذه سيداتا مكاها كبعين. فقال وحو يرو أمية والله لا أخرج من مكة، والله إن أنا مكاها كبحين لعله إن مرت تلدي زوجتي سوسي ستهي والله إن أنا كبحين. فلما كان يوم بدرين ما نتي بدر مركي سودواتي استنفر أبو جهل الناس، أبو جهل بادتك أبو ييري دقال وقال وحو يري أدركوا عيركم، عيرتو حويا وقافلة سفر إذا هي أورطة محملة بالأموال نولش خير مكة أو قريشيد تجاري كل سنيت سيدي الله قرآن كيسو كل شيغانا لبجر بي سنة كيسفر جيرين حقاقنا وسفر جيرين مركتها شيلال كي يدراع ذن وسفر جرين وكي الله قرآن كيس كل لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يعني وحي هيستين مركة هراء عربتو إذلي قريش ويقيمين شرين ووحي وقيمين جرين إني أهل الحرم يهين أهل حرم الله إنيهين سيدة درتيد وقتك أي عادة كالكتين إني السفران سفر هذا كلو نوى لجوج جري سيان لقوق عريرين لنا عيمنا وأسفر جرين لنا عشامنا وأسفر جرين صناعة كبضنا يد يمن مس حقا كرنا وحا كبضنا يد زراعة قوت كان حق يدون جرين صناعة كرنا حق يدون جرين أيقو بديع يدو في جرين بديعنا وكيس جرين بديعة يدو في جرين وحا كبضنا مقارك مقارك حورا بيدو في جرين وبيلا هذا صناعة لقى يقانو ولا قش عليها مقارك ولا قدن جرين أيقونا وحي وباهين بيكسو قدن جرين مركابي وحويا بديعة ذن الربح بيكهلي جرين مدة كسو قاتن الربح بيكهلي جرين عدد هذا صداع هيد وقت مركا يسوى سفرين وأي سوء آدين هلكا سفر رضو أي شام كم مقيهين أي مركا مركا يقدبين مسلمين تا وحي قوان صدين إن طريق الله قرر سفر رضو إلا مسلمين تا ولا سوق حي حوله دينا ولا قال حري حوله دينا ولا قال حري وحا مركا سفر ريد مدح كأها نين لي رهدو أبو سفيان من حرب أبو سفيان نين قائد ودور ذا نواها يعني وحو صادري مسلمين تنا هذه جرالة إلى لا بيدري شرين وصو سفر ذي وحي بكسو هر مري قريوين يريرو ميرها كيسين مرين أيو ويديو وحو يري واغن أكتي نمرنون إذن دافني كبعد وحد الله ماركتي فأيكو يريدين لبنين الراكب لبن راكب أيانو أرقني مالين مال يا ربي يلا بي أهيدي مركا وانا نغتغين قولا يا هايين من نقانو وحويري مدقين ودقين حيقو كحرتين قاديد كي أورطة ماشا بي كحرتين ماشي بو تقي سالة دي قوات تغني قيل واتغانين هدي وحيرون مال وحيرو وصالة يا سما سالة دي بو تشبيي مركا بو وحوكي هلاي نوا ماشان لي رهدو لفتي بريتك اللي حولها لقوع الفيشري مركا سوء أغادي إن لقو سوء مقيا مركا سعود كيبو بدلي مركا ماشان بدر أي مري جرين ومري نوع هايت ووليبا إنتي سيد دقان أي كا سوق أهان جرتي الله قرأي مركا ومسلمين جو كسي سوبيا وانا من منطقة عجيبة وجبالة كحرايسة هل مدخل إلى ظهي والله قصوا قرأ هل مدخل ولا قبحنا ولا ذي أنت كان الجبال بقى على إنسان مدخل كي أكسو قري لها أنت ونسو قري مو جباش كركم مريضك
رجنا انتو كريستي ايو يري هل لقى قارسيو لمن كان ليرا هذو قريش انتو نسو قارن منطقة لبا ويان مركو اصاقو ايمانا يو الى الله صادر صلى يو خبركو اوهيلا يو دبا ديدنا كرو مري برك دي حلب تحقيدا بوريه بولي نعاك مرة مسلمين تيو كسو قيس بدر قال هذه مركا وحاول المشركين تيبا وحا اتقي غير الان تيبا اتقتي مركا بي سوكا عين كل قد يقع تابو كسو بحي دونا مركا نيكي لديه يري اميت من خلف مركا وكا فلما كان يوم بدر ما ننتي بدر مركا يهاتي استنفر أبو جهل الناس يعني استنفار كوحالي هذا طلب خروج الناس كلهم دتكو دني اني صوبحان وحالا لوحي هو بخابة ودريدي كرا سببت نوامحي سي اي مال كودي اي حوله دي اي اوبد بات سدان قال وحوير ادركوا عيركم هذا الكومر كدتك كضل بوكاكو كعيي وركجارا حوله ني يوسف ردي ني مقناه لقى قارو مركاب على صوة كعي هدي فكره أمية أن يخرج أمية وحو نعي إنه صابحه إلى وركبه هايستاي فأتاه أبو جهل إنه مككب حبو نعي فأتاه أبو جهل أبو جهل بأوي مت فقال وحو يري مركو أركينو إنه هريو يا أبا صفوان أبا صفوانو إنك متى ما يراك الناس قد تخلفت أديكو مركي كو أركان دتكو إن الهريسو وأنت وأنت سيد أهل الوادي وأنت أدوغنا سيد أهل الوادي آتاي أدو سيد أهل الوادي هديكو أركان أضو هريا تخلفوا معك أيقونا وهريا حولها يجي يا مالك يجيني وقعنجليا مالك تعال مركا وحيري وكو إلحاح يا مرك فلم يزل به أبو جهل أبو جهل كمزول إنه كو إلحاح إنه بحو حتى قال أي أمية إلى أوير هذا أمية أما إذا غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمك هداد نيه إيجا غالب نقطه كل إيجا غالب نقطه يقول إلحاح إصيه إنه بحو خصبه وحن قدنيا أورتا أما حورها قاديد كاللقاتو متك أقوى ناكسن أو أقوى بيرية ولي بوا قيلة 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 حاجرة فرضها كدارية أو معروفة قيلة ناسقو عكو عجبية هي تدولك صحراها هبوكا وما وحال إيرا هذا صفينة البري بابا قيلة لما إيرا هذا بحرقة براكبتو صو ممرتو قيلة وصفينة البري وي مدرر بو سعون كرا اسقو غاچون او اومن ماركتا ماركا نيفك اوغو اورد كبدن اوغو وناغسن بان غدن يا بو يري مخو اولا جيدا سو اوغو فكدو او عررو حدي ارينتو خطر غاندو سو ماركت ثم قال اميه ماركا وخو يري يا ام صفوان جهزيني يعني ام صفواني اي دياري سهيدي دي ايو إي دياري يا قلب كيجي فقالت له وحي كتري يا أبا صفوان أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي أو قد نسيت مياد هلمانتي إن هذه هلمانتي مياد ربعة ما قال لك أخوك ولا الكاوح كويري ولا الكلا لا يا لا, 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 لا الأخوة في النسب ولا الأخوة في الدين وإنما هي في الصداقة بس ولالك صديقة جاءها وحو كويري اليثربي نسبة إلى يثرب يثرب ومقال هذا مدينة مقعيدة مقال هذا مدينة مركز وحالة ليه جري يثرب مدينة النبي قوم بحيي المدينة هي طابة هي طيبة مقعية بضم بيليرة هو ونكسن ويا أهل أتهي لائق أتهي قال وحو يري لا أريد لا ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا لا أي ما نسيت ما أنهي المامنه أريد أي ما أريد ولكن ما أريد ما دوني أن أجوز إن الله صعد معهم إيجا إن الله صعد إلا قريبا ما لو ما لقى رأي كتب لك صلى الله عليه وسلم سمعت وانين هذا موضوع ذي سيدي أون لو وذي بدر بل شو شيء فلما خرج أمية
مركي أمية أوبحي أورع عيدولانكي أخذ وحوق وحوق دجري لا ينزل منزلا إلا عقل إلا عقل بعيره مركي ميل دجانبا فتيجا واحرة ركتو كحرة قال كوحالي هذا أنه مرعب ضمن نقلة لا والله وهذا دي لقى حرة وحال إذا ولا قبيري لكن هذه شيء قال والله بول حرة علي هذا شيء حر شيء بحر شيء بحر كاس عقال لي هذا شيء بكو حرة بس أنكره نفكر قيل هذه شيء فلقى حرة ما سأنكره وح بدل طبعا كهدي لوجا بيوصل صلية وفقارية لكن هذه شيء فلقى حرة ما لنا ما هذه كره نعم مركبه وشيء بحرة إلا عقل بعيره بعير كسوى شيء بحرة فلم يزل بذلك أرنت يا حالك كما ننزل حتى قتله الله عز وجل ببدر إلى إلهي أكد لي بدر بشرير يا دلي بلال بن رواح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم إذن أنت بدر بلقارين وبدر بسود وين بان نبي وشيغي صلى الله عليه وسلم وانا العذب حبيب قضي نعم باب في قصة غزوة بدر في قصة غزوة بدر غزوة بدر وقول الله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين وقال وحشي قتل حمزة طعينة ابن عدي بن الخيار يوم بدر وقوله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم نعم باب قصة غزوة بدر طيب إيه وقول الله تعالى ولقد نصركم والله يا وحدبأه نصر ولقد نصركم ولقد نصركم الله ببدر والله يا وحدبأه إنه الله إذين قرقاري ببدر ماشى بدر ليراه وأنتم أذلة أذن كوير أي قلة أذلة بمعنى قلة أدين كوير فاتقوا الله الله كعب صدى مؤمنين تيو الله كعب صدى والنعم كإلهي إن كون نعمي شكر جيدا قتا لعلكم تشكرون لعلكم وحد مدنتهين تشكرون كوي إلهي كشكرية يعني شكر إلهي تبارك وتعالى نعم كيسلقوا شكريو دتك وحيالها كحنبارة وحكم إذا تقوضه تقوضك حنبارت قف إلهي كعب صنية أنبى ربي كشكرية أنت إلهي كشكر سنة ويرتعي سيد إلهي قران كيس كشي يا جاي وحسيد إلهي الله حسوس صنية هذا تواري تاجر وآدي آدوير عدو كحب بدن عدي كاجه اللسا وكجرب يقع نسيسا ولي قام إلا وديت سما ولي قام إلا وديت رجي مارتي محوها باديها سوتشو بشري والله يجيلي على شو حروري جري يغو تبرير
وحبا ورابسن كرينو عرور يرا ما أقوى ما قف انت أقوى الله إنه مركا وحاويا وحوله ورابيا ونجيو ما إلا هو واتيو كلامك مسلمين تو حيا هايين تدير يعني صدح بقل إيو بضعة عشر ثلاثة عشر أربعة عشر بلسكو خلافة أون جديد هيسن فرضنا هل فرس كريه كوتي نمن كان مشركين تاهين كن بيكوي مدن كن إمسي يقصوا جبار ميا سدحوا جبار كبضن سوما ووليبه بيسن وفردولي هدنا ربي با تبارك وتعالى وقر قاري مشركين تي تضباتنا ولا قدلي تضباتنا ولا قصوا قفا شيء انتي كرنا بقاهم بين العرره نعم مركه تابا الهي لي هي ولقد نصركم الله ببدر والله يا وحا ضبا انه مالك تبارك تبارك وتعالى نعم ولقد نصركم الله ببدر والله يا وحا ضبا انه ربي ايدين غرغاري ميش اللي يرهد بدر انه انكو غرغاري ماشاء الله يرد بدر إنه من كوكو جنجا أو من كوكو جرجاري وأنتم أذلة أدين كوير فاتقوا الله ألا كعب صلا لعلكم تشكرون وحد مدنتهين إن الله كشك رسان أما إن الله كشك رسان أو جيد إذ وقت تقول أضل هيد النبي يو للمؤمنين مؤمنين تأضل هيد حصوص النبي يو وقت قد مؤمنين تقول هيد ما انتي بدر أدول هيد وحكروا لغوفة سيري ما انتو نبي سيدا لها يوم أحد بي أهيد تانا والله شيقي إذ تقولوا مركض الله هيد للمؤمنين مؤمنين تقول هيد ما انتي بدر مركض أول هيد ألن يكفيكم ألن يكفيكم ميون نهين مددين كافية أن يمدكم ربكم ربكين إنو إذن كحوجيو بثلاثة آلاف صدح كن ومن الملائكة ملائكة كمدة ومنزلين سودقية سمدك سودقية سيداس مركز مؤمنين تأولى هايت ميون إذن كافين ومن إذن كفل نين صدح كن وملائكة إن مارتي محوها لسود جيو صمد اللي قصود جيي إن إلهي دين كحو جيو دم الملائكة إلهي إن كتختو يا كغالب نقنين قرض إله ملائكة إلهي قصود دري وملائكة كحو جينيو يا كغالب نقنية نعم مركابة محيرة هذه المرك نعم مركاب الرب وحولي هي بلا وإذن كحو جينيا آيات مركب حد مدى سياق يكس عطوه بلا أذا إن السؤال كهو الرئيس أو مربا إلهي إنو ملائك نقحو جينيا مربا إلهي إنو ملائك نقحو جينيا بلا إلهي وإذن كحو جينيا وأنا إذن قرقاريا لكن بهذه الشروط إن تصبروا هذا صبرتان وتكاليف الجهاد أتكو صبرتان وتتقوا هذا لك عبستان ويأتوكم من فورهم هذا ويأتوكم يعني النصري من فورهم هذا أي من ساعتهم هذه ساعة دقال كل عيو بان نصر قلنا إذين إيمان ملائكتو نسودقي يمددكم ربكم ربقين وحو إذن كو حوجينيا مددك وحالي رضا عيدا كزيادة
أي مادة أي مادة اللي يريها ذا ومثلا هديد دقال كدعه يعني ما لها دقال الله لقى قلو وعيدن كم بدء ودقال ككجرو عيدن كلا لقسو حوتشية وأما كوانا الله بحنية وقال ذا محوهان عافمات كقبتا قلية ما لكتا أما أيجي بي مركا حوجين يانو عيدن كي كاليتو كسو هرجي دي بي جبين يان مركا ربي وحيدن كو حوجين يا مركا بخمسة آلاف شنكن ومن الملائكة ملائكتي ومصومين مصومين نعم يعني على ميسن العالمي علماء المفسرين تا يعير هذان على مدى ما انت بدر ملائكته وحيه عمائم سوداء عمائم سوداء سواد كذا إيو سواد الأنت يا دعي ما مدهم حيكو كلا دوانت يا المهم ملايك على ما يسن ولو على ما يدقالك بصوق الشيء ماشي 3000 أهد سنة وحالة قد قي شنكم بالا قد قي وما جعله الله إلهي كما أنيل جعله ضمير كوعلي وعدك وعدك إلهي ويبوه مؤمنين ته إن الملائكة سود قيسو إلا بشرى لكم بشارة يا ولتطمئن إني دكتو قلوبكم قلوبتين به أي بهذا الوعد إلا قفك مكو أجادو إلهي ويبوه إنه إلهي ملائكة سوكردينيو جسدي ما جليس هزيمة هي تشبكة هي فلان لماذا لا وضع صعدان هذا ثقة هي جيس إنما قبته وحكاهر منكر وحكزنا تشير يسد بعد قبته فعلا سيدي بانا دعضي مركا بشارو هي قلب دق إنه قلبي وجود دقو ومن نصره نصر جاي جرجاكنا ما أهان إلا من عند الله إله يكتيس أمبك هذي عدي إله وجرجاري أم بجرجار سته اللي هي العزيز عزيز كها الذي لا يغالب ربي قال لك ما غالب النقضة أولي يدي السنة لك ما غالب النقضة الحكيم إيه حكيم كها وحك الصور دعينا إلهي حكمته كلي مثلا وحكم إذا جهات كان هالو شرعي ربي تبارك وتعالى هدو دونه خلق إله النبي هل مده وكم بدي ما خلافك ما أنا خلاف أيه سوما بدون جهاد أي إله سبحانه وتعالى أنت إله كفر صباب إكرا البرقس لكن محا جهاد كان الله كفر ضيالة وحوين أولا وامتحان تكاليف تشرعي قام مفولين دوننا مثل مفولين دوننا أو كبقي دوننا هذه من جهة من جهة ثانية إلهي درجات كي يجي كرامة يجي مقع يجي نكر وقاضه شو ماركت مركا حكيم ببرر ربي كويه سبحانه وتعالى في أمره أي في أمره الشرعي والقدري الله بضوا إلا أمرك ربي تبارك وتعالى شرعنا والنقضة قدرنا والنقضة قدرنا والنقضة إلهي حكمة بكليه عز وجل إيو وليقطع طرفا وليقطع طرفا ربي إنو قويه يعني ليهدم ركنا من أركان المشركين بالقتل والأسر إن إيجا وقويه كوا شر وضا ياشعة وأن خير كرهين ومدي إلهينا فسادنا يدينك كورتاقا وطن صومرنا يا حديثي حري ربي تبارك وتعالى انتون النبي قيس مدينة أسوه هجرونين دقال باك دعي أنصار مشركين تي لن انت خير كرهين الله يوم خير ضرر قوقا اي كو باب ايه جو اي دين كي ادوغ نقول يهين با ابو رمي مركابو النبي قو مركو يمد ولا اقبلين دين مركا الله سبحانه وتعالى ولله في خلقه شؤون ولله في خلقه شؤون ليقطع انو قويه طرفا من الذين كفروا ركن من أركان الكفر إلهي إنه
إنه قويه. نعم. أو يكبتهم كبتغو وهزيمة إيا هلاقة وح الله لوحي رؤوس المشركين أها أردن انتلا اللايي كود شرط أها أولا سوو ذا أروريي باعل قرفة ميت كود الغطوري لقوز وضا شوي كل قد هذا هو الكبت كبتغ إلهي شيء وكا أو يكبتهم أي يهزمهم ويهلكهم إلهي وهزيمه يهلك وكرده وفينقلبوا مركا أي اللابتان خائبين حال كونهم أيهين خاسرين يا وخساروا بي واحد لنتي واحد عنقلي واحد يقو مارتي محوها عار الهزيمة يقو تشيدي قريهو دي كل لابتي أول صوت شبيه ده محا هزيمة محا فرح ماء محا دقوني ماء ماركتها ما يدلو أيوه كوا وحوي إن قعدت لك ودي جاي أيوة مارتي هزائم الع محوها عار محوها ثياب العار يجو جيدية أي قار كود قلال اللابتان فينقلبوا أي مركا أي اللابتان يقولوه دي اللابتان خائبين أي خاسرين يجو خسار يجو خساري وقال وحشي قتل حمزة وحشي وحشي وحويا وانين حمزة دلي لكن كبعد سوى إسلامي نوحو أها أضوم بو أها حق توك تورمها بو خطركو أها حبشي نو أها حبشي ذلين عاسي خطركو أها يعني حق ورمتوك أنا لقى فين بيها يعني مركا نكاسا مركا يا دلي حمزة دلي يوم أحد سببت أدل لنا محايا هيد قتل حمزة طعيمة بن عدي بن الخيار يوم بدر نكال يرد طعيمة ابن عدي بن الخيار أيو دلي يوم بدر ما لنتي بدر وقوله تعالى ألا قول كيسي وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وآيات كلا وبدر آياته كسر دقيئها وإذ يعدكم الله أي واذكروا حصوصا مؤمنين تيو إذ وقت يعدكم الله رب أؤذين يبوهي إحدى الطائفتين لبعض الطائف ومتكملة لبعض الطائف علماء وحيكو فسرين سفريدي هي علكان علوينة وما كاكا صعيد مي ما ركتها يعني اللبادو ده ميت كم يدبات كل ما لدون تان بالي لكن مدى يتاي لو ما عيه من أي أقول سوحي تشعلايين قول الله أنت ورطير حولها بضانا وضطا بي تشعلايين وإذ يعيدكم الله أي واذكروا حصوصتا إذ وقت يعيدكم الله ألا أؤذين يبوهي نينات كل باني سانحة الطائفتين لبض الطائفة متكملة أنها إيذ لكم أنها لكم توحويا والنصر قاع إنك كقول إيسان إيسان وذنك رهان إيسان وتودون أذنكنا أد شعلان إيسين إلى إله قلوبته وقرنا يا أدومه إيسين أن غير ذات الشوكة مد أن أود بضل هيني تكون لكم من إيدينا هاتو إلا وحويا وإح صدح 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 بقول يا لوري توم بيا هاينو قال هذا سفر ريدا وكعت كاين حرب هذا اللي وضع طيب حوري هنا ولا غني بيصل لها لكن محيبت يا سيدا صومالي ترى هذا يوب يا ما يوب بيت يا مالكتها يا أجوج وما أجوج تي يوب يا ما يوب يلا هذا صومالي دو صومالي دا أرضن السعودية كننا أمبا وش قال إسكو ديري لكن قوشي إلهي وعوسي مسلمين شوكة مركة وأودة الشوكة الحد وحددة هي هبك هي سلاحة هي حوق بضن نعم
نعم. طيب ماشان آياتي هردان كلها بنو بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم. كلمة داس من فورهم علماء قال كذا واحد يكون فسرين أي من غضبهم غضب المشركين مشركين تيو عريسا ومسلمين تو عريسا سيدابي قدام عين هل بنو قدام عين ودعوده دي عرضه دي وحوه دي قبة ما ركتها ومضح اسكت ديرين اسلا وقت قاس بها إلهي ملائك تسود الشيء تفسير كاس نواجرة عروما بضم بمرك الله الله ما ركتي لو تيري سيدة عكرمة مولى عبد الله بن عباسيو مجاهديو غير كود نعم غضبهم شدة الغليان والله قفة السرية يضنا. طيب وقتك بحان وقهري بابك وقاري كالرسولة اوكي حديث كان قابا عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ان عبد الله بن كعب قال عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عبد الرحمن نعم عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك بن مغلي رضي الله تعالى عنه يقول أرني لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي كما أنهر في غزوة دولان غزاها النبي دولي إلا في غزوة تبوك غزوة تبوك بن كهري غير لكن سأني أنه تخلفت عن غزوة بدر وكهري غزوة بدر نوان كهري ولم يعاتب لمن أذين أحد أحد تخلف عنها غزوة بدر عد كهرتين لما أذين أد لما قبصا سببت أيتهاي أمر نبي بحيي مأهين إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وبحي وغزوة بدر بأبحي يريد إسقو دون يعير قريش يعني سفر ريدي قريش يدبو النبي أقصدي حتى جمع الله إلى كل ميي بينهم أي بين النبي صلى الله عليه وسلم يا أصحابتي سلسعتي وبين عدوهم يا عدو قودي على غير ميعاد بل الآن يعني دولان كبدر النبي مركو أبحيي دولان مسلمين تقول الله شيخ بحلي رمأهين اختياري بوها ونبي مركا وعوبا حي وسعود الدولان كقصد كزوعوها سفريدا قريشيد عدو وان كرو ترضى بدن الدولان كا باربت كل مي بين المسلمين وبينه وبين المشركين من غير ميعاد ايضا بلان لا قد كان الى هنا حكمت بكرها ايغو تربضا قال ان لا تشبيو ومسلمين تو ترير اي قوليستان حكمت اسمها الهي كرها مركا وحول ولا كمقب لكن مد أكش الله يو وهارتان كأكهري غزوة تبوك حديث كدراء عاد حديث عادي عاد دربوها قصة ديس مركا سيدا مركا هذا موقت كعب بن مالك يا نك اللي راهدو زيد بن أرقم منك سوى كم بده تضبيه تمن دولان النبي قال قال مركا ما دام دولان دي النبي قال يا هايين سقال يتمن دولان كعب وحكمقنا غزوة بدرنا وكمقنا غزوة أحدنا وكمقنا إذن محوك كالقيب قال النبي تضبية طبان كالي لكن زيد بن أرقم نومشيقين لبضو كمقنا نومشيقين تضبية طبان النبي كالقيب قال مركا رقاس بإسكوتشن شنه مركا نكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.